متجدد لكم مع التحية، وها هي الانطلاقة هنا لشوط آخر من أشواط التحدي وآخر أشواط سباق صباح هذا اليوم، وهذا الشوط الخاص بانطلاقة وتحديات الحول هنا من هجني أيضا أصحاب السمو الشيوخ. سير معكم بهذه الانطلاقة، نتابع التحدي، نتابع الإثارة، نتابع المقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط هنا على المقدمة وعلى الصدارة والمنطلق بصدارة هذا الشوط هنا والمقدمة والانطلاق من سل هنا أفراح أفراح المنطلقة على صدارة هذا الشوط وعلى المركز الأول هنا بهذه الانطلاقة وتحديات هنا أيضا أبناء سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راهد بن سعيد مكتوم من يقدم أفراح بمتابعة المضمر طارش بن مبارك بالقوبع، بينما المركز الثاني تأتي الشاهينية من هجنة العاصفة بقيادة غياث الهلالي على المركز الثاني والمركز الثالث المركز الثالث والمتسللة على المركز الثالث في هذه اللحظات هنا بهذا الانطلاق والقادمة وبرة لسمو الشيخ طحنون بن محمد بن خليفة آل نهيان ومتابعة عيسى بن سعيد الخيري في التضمير. المركز الرابع المركز الرابع من حاف في المركز الرابع هنا المنطلقة من هجني سيح السلام بمتابعة عبيد بن شنان المري، والمركز الخامس تأتينا بهذه الانطلاقة الشاهينية هجنة العاصفة مع غياث الهلالي، والوصول هنا من الهايلة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم يقدمها مسري بن سالم بالعرطي الحميري، وعلى المركز السابع تاتي أفراح في المركز السابع لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم مع طارش بن مبارك بالقوبة في التضمير من تنطلق بهذه الانطلاقة وهذا الأداء الجميل. المركز الثامن المركز الثامن والقادمة من الجانب الآخر هناك غزلان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم مع مسري بن سالم بالعرطي الحميري في تضميرها، تاسع المراكز تاتينا الطيارة بهذه الانطلاقة لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم، يضمرها هنا خليفة بن سلطان بن رشيد من قدم لنا أيضا صوابي في الشوط الماضي، قدم هنا الطيارة بهذه الانطلاقة وعاشر مراكزنا والقادمة هنا في هذه اللحظات بن صغان لسمو الشيخ ذيابسي بن محمد الهيان مع الصادق فضل الأمين على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى، ناها على حضراتكم بالوفاء والتمام مع شوط الختام مع شوط ختام أشواط هذا الصباح، ولنا عودة إلى الصدارة، لنا عودة إلى المقدمة وإلى المركز الأول وإلى الصدارة، ولا زالت أفراح المنطلقة بصدارة هذا الشوط وبالمركز الأول تسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة. أفراح المنطلقة بهذا التحدي الجميل هنا لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع مضمر الشرق الأوسط طارش بن مبارك بالقوبة في تضمير هنا أفراح على الصدارة وعلى المقدمة، بينما المركز الثاني تأتي الشاهينية والمركز الثالث كذلك الشاهينية هجن العاصفة ومتابعة غياث الهلال وبرة على المركز الرابع سمو الشيخ طحنون بن محمد بن خليفة آل نهيان وعيسى بن سعيد الخيلي في التضمير، وعلى المركز الخامس من حاف تأتينا في المركز الخامس هجن سيح السلام ومتابعة عبيد بن حمد بن شنان المري أن يتابعها، على المركز الخامس الطيارة، في المركز السادس الطيارة تأتينا، على المركز السادس هنا لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم عاشق السلالة الشاهينية في التضمير، هنا خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، وعلى المركز السابع والقادمة على المركز السابع هناك القادمات الهائلة وغزلان بشعار
سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعود المكتوم، ومتابعة مسري بسالم بالعرطي الحميري هنا بهذه الانطلاقة والتحدي الجميل. تاسع المراكز تأتي أفراح سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعود المكتوم، يقدمها طارش بن مبارك بالقوبع هنا على المركز لهذه اللحظات بهذه الانطلاقة وهذا الأداء الجميل. تاسعا وعاشرا الشاهينية هجن العاصفة مع غياث الهلالي، هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى مع منتصف المسافة ولوحة هنا الأربعة كيلومترات منتصف المسافة، ونعود إلى الصدارة. نعود إلى الصدارة، نعود إلى أفراح المنطلقة بصدارة هذا الشوط وبالمقدمة وبالمركز الأول. أفراح هنا منطلقة لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وبقيادة المضمر طارش بن مبارك بقوبع على الصدارة على المقدمة، تسيطر على زمام الأمور من بداية الانطلاقة. المركز الثاني، المركز الثاني الشاهينية هجن العاصفة مع غياث الهلالي تأتي على المركز الثاني، وعلى المركز الثالث الشاهينية في المركز الثالث هجن العاصفة وغياث الهلالي كذلك في التضمير من تنطلق بثالث المراكز. المركز الرابع وبرة، المركز الرابع لسمو الشيخ طحنون بن محمد بن خليفة آل نهيان وعيسى بن سعيد الخيلي في التضمير، وتأتي من حاف خامسا لهجني سيع السلام عبيد بن حمد بن شنان المري في تضميرها من تنطلق على المركز الخامس وسادس المراكز. غزلان القادمة على سادس المراكز، غزلان هنا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهب بن سعيد مكتوم ومسري بسالم بالعرط الحميري في تضميرها، تأتينا سادسا. والمركز السابع الهائلة أيضا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم ومتابعة مسري بن سالم بالعرطي الحميري من تنطلق للانطلاقة وبهذا الأداء الجميل على سابع المراكز. المركز الثامن الطيارة، في المركز الثامن الطيارة لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي في تضميرها من تأتينا ثامنا. وفي المركز التاسع، المركز التاسع والقادمة هنا بهذه اللحظات بهذه الانطلاقة سلهودة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم وسعيد بن عبيد الحميري في تضميرها، وعاشر المراكز الشاهينية هجن العاصفة مع غياث الهلالي، هذه هي النتيجة مع المنعطف الأخير لهذا المضمار والصدارة والتغيير الذي طرى وجرى على صدارة هذا الشوط وعلى المقدمة وعلى المركز الأول. هنا في هذه اللحظات الشاهينية من غير على الصدارة على المقدمة المركز الأول هجن العاصفة ومتابعة غياث الهلالي غيرت على الصدارة على المقدمة والمركز الأول. أفراح تأتينا في المركز الثاني، أفراح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبة من يتابع أفراح على المركز هنا الثاني مع الثنين كيلومتر والخط المستقيم إلى المنصة الرئيسية. المركز الثالث الشاهينية، في المركز الثالث قنا العاصفة وغياث الهلالي في التضمير، وعلى المركز الرابع، المركز الرابع وصلت المسك، وصلت المسك بأول نداء للمسك في هذه اللحظات هنا لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم عاشق سلالة الشاهينية قدمها هذه اللحظات على المركز الرابع خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. المركز الخامس وبرا، في المركز الخامس هنا في هذه لاقى لسمو الشيخ طحنون بن محمد بن خليفة آل نهيان وعيسى بن سعيد الخيلي في التضمير، وسادسا من حاف ما
أن تأتي على المركز السادس من حافنا المنطلقة لهجن صيح السلام وعبيد بن حمد بن شيران المري في التضمير وغزلان. قادم لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم يقدمها ثري بسالم بالعرطي الحميري. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا والمقدمة والمركز الأول الشاهينية على الصدارة وعلى المقدمة. هجن العاصفة مع غياث الهلالي طلق على صدارة هذا الشوط وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني وكذلك الشاهينية القادمة على المركز الثاني. هنا هجن العاصفة وغياث الهلالي مع الكيلومتر الأخير هنا بهذه الانطلاقة هو التحدي الأخير. أفراح على المركز الثالث لنا لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راهد بن سعود المكتوم مع طارش بن مبارك بالقوبة في التضمير. ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول، صدارة هذا الشوط هنا وانطلاقة الشاهينية على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول كما اعتدنا من هذا الشعار. الإنجازات واعتدنا التحديات. هي هجن العاصفة تقدم لنا هذا الانطلاق وهذا الأداء المميز هنا وانطلاقة الشاهينية على صدارة هذا الشوط وعلى المقدمة والمركز الأول وكذلك الشاهينية في المركز الثاني. نفس الشعار هجن العاصفة ومتابعة غياث الهلالي. تهانينا هجن العاصفة، تهانينا لمالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. ها هي هجن العاصفة، يبدأ السباق وينتهي مع العاصفة وهجنها. شكرا غياث الهلالي أن قدم هذا الأداء هنا والتحديات الأخيرة. مشاهدينا الكرام ومجريات شوط الختام، ها هي لحظة الوصول إلى خط النهاية. منات الفوز والناموس هنا الشاهينية والشاهينية في المركزين الأول والثاني. المركز الثالث القادمة هنا وبرة لسمو الشيخ طحنون بن محمد بن غليفان هيان. المركز الرابع أفراح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راهب سعيد مكتوم. المركز الخامس وصلت المسك لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. هذه هي النتيجة. ونعود مشاهدينا الكرام إلى التوقيت الزمني ولحظة الوصول هنا أيضا للشاهينية إلى خط النهاية، معلن الفوز ومعلن الناموس. قاطعة المسافة بفترة زمنية مقدارها 13 دقيقة هنا 11 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا هجن العاصفة، تهانينا غياث الهلالي. المركز الثاني كذلك الشاهينية، هجن العاصفة مع أيضا غياث الهلالي، وسجل التوقيت الزمني مقداره 13 دقيقة 13 ثانية 8 من الأجزاء من الثانية. بينما ثالث المراكز أتتنا هناك وبرة لسمو الشيخ طحنون بن محمد بن خليفة النهيان بقيادة عيسى بن سعيد دخيلي. قاطعة المسافة بفترة زمنية مقدارها 13 دقيقة هي الحاضرة هنا و 13 ثانية 5 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس وإلى ملخص السباق.